ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، واكيد حضراتكم طبعا عايزين تعرفوا نجمتنا النهارده وضيفت النهارده اللي بتنورنا في الاستوديو، ونعرف تفاصيل كتيره في حياتها، بتحب تاكل من ايد مامتها ايه، الاكله المفضله ليها في الشهر الكريم، وكمان بنتكلم عن شغلها، وهي مذيعه شاطره متالقه جميله لها طموح، يعني لسه جايه وعايزه لها طموح كتير وعايزه تحققه طبعا، غير ان هي كمان شاطره جدا في المطبخ وحابه تتعلم الاكلات الحديثه والغير تقليديه. معايا نجمه شاشه القناه الاولى الاستاذه ميرنا اياب مقدمه النشره الاخباريه، اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا استاذه ميرنا. الاخبار؟ نورتيني في الاستوديو. وبنورك والله. ميرسي. مكانك طبعا عارفه. طبعا. ده بيتك. نورتيني وكل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب. ايه رايك في الماتيريال بتاعنا المشتريات بتاعتنا؟ لا حلو قوي. دي دبابيس وكبده. كبده اسكندراني. ودبابيس فراخ، ومعانا جبنه تشكيله كده شيدر على موزاريلا، وجبنه على بارميزان اللي هي الجبنه الرومي المبشوره. ومكرونه سباكيتي وبصل وتوم، شويه حاجات كده زي ما حضرتك شايفه. اللي بيجي قوي عندنا هنا في الاستوديو مطلوب منه حاجات كتير قوي على فكره، مسؤوليه كبيره يعني. هيحط المنيو النهارده. اوكي. المنيو بتاعنا النهارده تحب يكون ايه؟ اذا كان في دبابيس فراخ ومعانا بيض وبقسماط، يبقى فراخ فرايد تشيكن، دبابيس فرايد، الزيت للقليه، وخلص الكلام. كبده اسكندراني. كبده اسكندراني. لا دي لو قلتها صح تبقى برافو عليك. كبده اسكندراني وسباكيتي وجبنه موزاريلا وبشاميل. راح على سكتك. هنعمل نجرسكو حلو. دي حاجه جديده بقى، الحاجات اللي انت بتحبيها اللي هو النجرسكو بالكبده الاسكندراني بدل الفراخ. تمام. حاجه جديده يعني. ازاي نجرب كبده في نجرسكو؟ نجمع ما بين البشاميل والكبده الاسكندراني. تمام يلا. ومعانا السيزر سلطه الخاص اللي انت بتحبيه، الكابوتشا، هنعمله سيزر سلطه. اوكي. هيبقى فيها انشوجه ولا من غير؟ لا هتبقى دي واخده جبنه، هي المفروض جبنه بارميجان اللي هي الجبنه البارميجان المبشوره ناعم. وبتاخد زيت زيتون وعصير ليمون. اوكي. هنعملها مع بعض. تمام. ومعانا الحلو النهارده الكريب بالشوكولاته. حلو قوي. شاطره في اعمال الكريب. طيب تمام. تحبي تساعديني في ايه؟ اي حاجه ممكن اقطع اي حاجه. لا احنا مش جايين نقطع، احنا جايين نشتغل. اوكي. يعني ده ممكن اقطع حاجه او اقلب حاجه. طيب. اعمل البيض. خلينا بعد شويه نعرف. أوكي. شويه حاجات كده واسئله. الاستاذه ميرنا طبعا ما بدايه الشهر الكريم اكيد يا بتتعزم يا بنعزم. قولي لنا انت من انهي فصيله بالظبط؟ هو احنا بنتعزم وبنعزم، بس انا كميرنا بحب اعزم، بحب اعزم صحابي واعمل لهم انا اكل. حلو. في اول الشهر كده في الايام الاولى لسه عزمهم يعني. اول امبارح كمان. كمان اول امبارح لسه كنت عزمهم يعني. عزمتهم على فين بقى؟ عزمتهم في البيت ولا بره؟ في البيت. وكنت عامله انا الاكل كله. لا ده الحديث طويل. قولي لنا عملت ايه بقى على الفطار؟ عملت بيف ستروجانوف. اوبا. وعملت جمبري. عملت ازاي بيف؟ دي اكله صعبه جدا على فكره. كان معاه مشروم ولا من غير مشروم؟ بمشروم. عملتيه ازاي؟ بنقطع اللحمه صغير مربعات. حلو. وبنشوحها. حلو. في زيت. حلو. وبعدين بنطلعها ونحط مكانها زبده في الطاسه عشان تاخد من طعم اللحمه. حلو. برافو. ونحط بصل ومشروم. حلو. وبعدين نحط عليهم كريمه. دي شاطره يا شباب. لا 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 برافو عليك. انا بحب اعمل اكل قوي. حلو. يعني تحب المطبخ. عندك اللي هو اللي الشغف للمطبخ. حلو. دي حاجه حلوه يعني. المطبخ دايما انا بسميه مفاتيح السعاده الزوجيه والعائليه، هو يعني اللي هيدوم بينا بعد كده. بالظبط. هي لسه ما بقتش زوجيه معايا، بس يعني لا ما انا عارف. ان شاء الله يكون فتى احلامك. ايه طموحك يعني؟ مواصفاته يعني؟ مواصفاته. يكون يعني ما عنديش مواصفات معينه، دايما بحس ده سؤال صعب، بس يكون شخص طموح وبيحب شغله هو كمان، ويتقبل ان انا كمان احب شغلي قوي. كويس. دي حاجه حلوه كمان. نحترم وجهات نظر بعض يعني. بالظبط. انا هعمل دلوقتي الكبده مكرونه نجريسكو. مقاديرها كبده اسكندراني متقطعه شرايح، معاها بشاميل، ومعانا مكرونه سباكيتي مسلوقه، والكبده معانا اهي، والمقادير على الشاشه تقدري تصوريها بالتليفون تكتبيها زي ما انت عارفه يا ست الكل، يا امي يا خالتي يا ست الحبايب. كبده متقطعه عصافيري، ومعايا طبعا النجمه المتالقه في شغلها الاستاذه ميرنا عادل. وحضرتك بقى ميرنا ايهاب اتفوريني. بتحب تعمل اكل في البيت ولا في البيت مش بتعمل اكل؟ لا ده قالوا لك اسالي الشيف. لا والله ما حدش قال لي. انا بسال السؤال ده. بصي من اول رمضان وانا بتساله. أوكي. طبعا بخش المطبخ. انا لسه عامل السحور امبارح. بس انا غاوي فول في السحور، بس بعمله كل يوم بطعمي يعني. اوكي. طب اكتر فول بتحبه ايه؟ الفول بالزيت الحار. لا انا بحب بالليمون معصفر. الليمون المعصفر. الفول بالليمون معصفر. ايه ده ما جربتوش قبل كده؟ حلو قوي. لا ما جربتوش. انا دغري انت عارفه. قولي لي اتعمل ازاي ده؟
هو انا ما جربتش اعمله، بس انا باكله بره بيبقى عادي تقريبا، بيحطوا الفول العادي وعليه ليمون معصفر، وبالتالي ما اعتقدش فيه افتكاسه اكتر من كده يعني. يعني ليمون وزيت زيتون متقطع اعتقد. بس هو بيبقى حلو يعني، ممكن يعطش شويه من وجهه نظري مش عارف. طب ما الطعميه بتعطش، بس الطعميه بتعطش وكل حاجه سهله. قلنا دي بتعطش مش بتسحر يعني. انا بتبل الكبده اهوت بتوم ومعلقه فلفله حلوه وشويه بهارات عشان احطها على النار تتحمر، على ما نكون جهزنا البشاميل وشفنا طريقه عمل المكرونه الاسباجيتي ازاي نعملها نجرسكو. توابل كمون، بابريكا، عصير ليمون، شويه ملح، شويه فلفل. استاذه ميرنا بقى تحب تاكل ايه من ايد مامتها؟ ربنا يخليها لك يا رب. مامتي بتعمل حمام حلو قوي. حلو. حمام اكتر حاجه احب اكلها منها. الحمام. حمام بالفريك بقى ولا بالرز؟ لا ما احنا ما بناكلش فريك، انا ما بحبش فريك خالص. بالفريك. لا بالرز، مع ان قيمته الغذائيه عاليه جدا. تحب تاكليه بالمحشي رز؟ ماما بتعمله. حلو. ولو ميرنا دخلت المطبخ وعزمه طبعا يعني مامتها والاسره عايزين ياكلوا من ايديها، تخش تشوف نفسها في اكله ايه؟ هو انا بعمل حاجات كتير حلوه بصراحه، مش بشكر في نفسي يعني. بس حلو. بعمل مكرونه بشاميل حلو قوي، عشان بعمل الصوص بتاع البشاميل اللي هو الاصلي. اللي هو بصله فيها قرنفل وورق لورا. حلو. دي بعملها حلو. حلو. وبعمل كبده اسكندراني حلو قوي برضه. حلو، يعني انت بتعملي الكبده اسكندراني حلو بما ان انا بعمل الكبده. بس بعملها برضه اللي هي الطريقه اللي هي الاساسيه قوي يعني. حلو، الكبده. طب ميرنا لما تخش المطبخ يعني ايه الاكله اللي يحبوا دايما ياكلوها من ايدك يا ميرنا؟ والله انا بعمل اي حاجه حلوه يعني. لا في اكله، في اكله اصحابك يحبوا ياكلوها من ايدك. اوكي، انا البيف ستروجانوف بعمله حلو قوي. البيف ستروجانوف بتعمليه حلو؟ لو عجبني الطريقه اللي انت بتعمليها بيه بصراحه. بجد طريقه جميله يا والله. مشروم ولحمه ويتعمل بالزبده وتشال بعد كده. وفي ناس بتحط عليه شوربه لحمه على الكريمه عشان تدي طعم اغنى يعني. بس حلو. طيب بما ان حضرتك طبعا بتحب المطبخ هنستعين طبعا انك تساعديني. اكيد طبعا. اتفضلي ونلبس الجلافز ده كده بعد اذنك. اتفضلي. ميرسي. ومعانا الكاسروله ازاز. انا هجهز لك كل حاجه، الاسباجيتي اوكي والبشاميل والجبنه، وهتعملي التركيبه بتاعت النجرسكو. حاجه سهله يعني. اوكي. ده الاسباجيتي بتاعنا، والكبده خلاص على وشك. الريحه بتاعتها حلوه، شم الريحه حلوه ازاي؟ ريحتها حلوه قوي فعلا. اهم حاجه انت تحطي التوم والتوابل عليها بالشكل ده كده. الكبده خلاص اهي كمان. انت بتحب الكبده الاسكندراني اللي انا عملتها دي كده؟ بتحبها سندوتشات ولا تاكلها كده في العيش؟ في سندوتشات فينو اللي هو الرفيع ده زي بره. اقطع ايه بقى؟ لا احنا هنخليكي بس ترصيها في البايركس. اوكي. كبده جاهزه كمان اهي. نحطها هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كبده جاهزه. اوكي. والمكرونه جاهزه. والبشاميل كمان جاهز. حضرتك بتحط طبقه من المكرونه حلوة. ولا الكبده الاول؟ هي المكرونه نجرسكو عموما طبيعتها او الاصل يعني بتتعمل مع صدور فراخ متقطعه شرايح، وتاخد اسباجيتي وتاخد بشاميل وخليط جبن الجبن. يعني قصدي في ناس بتحب تحط طبق بشاميل في الصينيه الاول وبعدين مكرونه وبعدين كبده. اعمليها براحتك، المهم في الاخر هنحط طبق بشاميل مخلوطه بجبنه. طيب عايز حضرتك احط الاول؟ يعني حط مكرونه الاول. طيب يفضل. طيب ايوه معلش، شويه مكرونه كده. ايوه. طب في حاجه اطلعها بيها ولا؟ ممكن. اتفضل. ميرسي. نحط طبقه مكرونه كده لطيفه. حلو 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 قوي. دي واحده. وبمناسبه بقى انك انت من هواه تربيه الحيوانات الاليفه. قوي. ناجي وسعيد. ايه ده، مين قالك على ناجي؟ المعلومات لسه معايا. لا مفيش سعيد، هو ناجي بس. ناجي بس. ده كلب مين بلدي. ناجي ده بقى؟ ده كلب بلدي. مش حيبر يعني؟ لا لا. انا سميته ناجي عشان هو كان هو صغير. يعني بعيد عن مامته وكان هيموت يعني عشان بعيد صغير عن مامته؟ قوي. هو الكلب ده. وبقى اسمه ناجي. فانا سميته ناجي. ايوه يا فندم، انا عايز بس اتاكد من اسمه ناجي ولا شحيبر. انه نجا من الموت يعني. يعني انت نجيتيه من الموت. ليك الجنه بقى شويه ان شاء الله. ان شاء الله. حلو كده. كفايه طبقه مكرونه. كفايه كتير قوي زي الفل. شحيبر ده لا معروف ده. حلو. اتفرجت على مسرحيه الاستاذ عادل امام. استنى نحط شويه بشاميل كده. حط الجبنه بقى. الجبنه قبل الكبده؟ لا سوري، الكبده. ايوه. اوكي. الله عليك. حطها كلها الكبده.
دي اتعلميها بقى تعمليها في البيت. ده النجريسكو بالكبده الاسكندراني، بس هتطلع حلوه قوي كمان. دي حقوق الطبع لدينا وبس يا فندم. اوكي. بس حتى بالسجق هتبقى حلوه. ما اتعملتش قبل كده خالص بالسجق ممكن، بس بالكبده الاسكندراني دي جديده. جديده قوي فعلا، عمري ما اكلتها كده. ايوه. هنعمل ايه بقى التركيه؟ شوف التركيه اللي جايه دي بقى كده في سرك. بص بص كده، قلبي دول كده هنا، قلبهم في قلب الطاسه عشان ياخدوا من طعم. استني راحه فين؟ هنحط الجبن. هنحط بس نسويها كده علشان ايه تاخد شكل بعد اذن حضرتك. اهوت حط شويه جبن بقى عليها كده. انا ميكس، انا جبن براحتي. براحتك، خدي الجبن اهيت كلها، حب اللي تحبيها. دي التشادر. ايوه، موزاريلا وبرمجان. خلي البرمجان للسلطه وخلي الجبنه اللي بتحبها. تسلم ايدك. احط بايدي عادي؟ ايوه عادي عادي. الجبنه على المكرونه زي ما انت عايزه، صوره مفتوحه يعني. اوكي. ونحط عليها رشه زعتر حلوه كده. بتدي. وفي ناس بتحط فلفل اسود على الوش. حلو. بنتي اتعلمت حاجه النهارده، الكبده النجرسكو بالكبده الاسكندراني. وقولي معانا حقوق الطبع لدينا وبس. حاضر. على شاشه القناه انا عايزك تقولها باللغه الاخباريه بقى، حقوق الطبع لدينا وبس. حقوق على على شاشه القناه الاولى. قولها كده بقى، تقولها ازاي؟ اقول تاني معلش. وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. حقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى، صح؟ لو بيسمعوا نشر، لا أنا عايز خبر، خبر كده يعني نشر. حقوق النشر لدينا وبس على شاشة القناة الأولى. تمام خلاص. تمام. حلوة. طب ندخلها الفرن؟ ندخلها. ما أحطش جبنة تشادر؟ زي ما أنت عايزة، لغاية لما تبي الجبنة اللي أنت حباها. ما هي أنت خلصت الجبنة كلها، بسم الله، خلاص خلصت الحالة، خلي شوية جبنة لسه نشتغل. فاضل دي ودي بقى، ممكن نسيبه. زي الفل. تمام. تمام. ادي الجبنه طبعا على وش النجرسكو بتاعتنا اللطيفه، رشه زعتر جريئه. هنخش ندخل المكرونه في الفرن، عايز لها تقريبا 10 دقائق. اقلع الجلوفز بقى. زي الفل كده، بص عليها. تمام. المكرونه النجرسكو في الفرن اهي. يا فندم. يا فندم. حاضر يا فندم. اهو. طيب، وفاصل من عند الفرن مع النجرسكو اللي عملتها طبعا الاستاذه ميرنا ايهاب. كان نجرسكو متنوع وحقوق الطبع لدينا وبس في رمضان بالذات على شاشه القناه الاولى. معانا نجوم شاشه القناه الاولى، مقدمين النشره الاخباريه صباح الخير يا مصر، برامج كتيره متواجدين معانا في الشهر الكريم، عشان كده برنامج اكله ام السنه دي مميز. طب برامج الاكل بالنسبه للاستاذه ميرنا، ايه تصورك ليها من الناحيه المهنيه يعني، بما انك انت عايزه تبقى شيف؟ يعني ايه اللي انا بحبه فيها مثلا؟ هو انا بشوف انه بيبقى فيه برامج كتير طبخ فعلا، بس كل شيف بيبقى ليه التريكس بتاعته او الحاجات طبعاً المختلفه طبعاً. فمش كل الوصفات بتطلع زي، ممكن اتفرج على برنامج واجي اطبقها ممكن ما تنجحش عادي. حلو. وفي ناس بصراحه يعني عمر ما الوصفه بتبوظ. يعني لو انت داخله المطبخ، دايما بقول لكل ست بيت، لكل ام، لكل بنوته حلوه، لكل بنوته عندها مستقبل في المطبخ وعايزه تبقى شيف زي ميرنا، اهم حاجه عندك الحب للشغل اللي انت بتعمليه. انت غاويه تعملي ده بحب ودخلت المطبخ بحب، صدقيني هتطلع الحاجه زي الفل ومش هيطلع فيها مشكله. بالزبط. حتى لو بتعملي قهوه والقهوه دي مطلوب ان هي تكون زياده وسكر زياده وعلى الريحه زي ما بيقولوا، يعني ايا كنت عملتها بحب هتطلع جميله. بالظبط. وفي حاجه اسمها نفس فعلا، النفس هو الحب، شغفك للمطبخ.